هاخد من كلام أسامة في حتة الأداء اللي بيجيب النتائج، أنا مع ده جدا. يعني أكيد أنت وأنا وكل اللي بيتفرجوا علينا عندهم سؤال، في إيه؟ في إيه؟ أنت ملاحظ إن في تغيير، أنت ملاحظ بالعين المجردة إن في أمور تتعلق بالأهلي فنيا مختلفة، أكيد أنت ملاحظ ده، وأكيد أنا ملاحظ ده، وأكيد الجهاز الفني ملاحظ ده. ليه الأداء بيجيب النتائج مش النتائج اللي بتجيب الأداء؟ أحيانا ممكن تراهن إن وأنت وحش تعرف تكسب، ودي سمات الفريق البطل، والنادي الأهلي فريق بطل. يعني في بعض المباريات أنت ممكن تلعبها ما تكونش الطرف الأفضل بس تعرف تكسب، إنما لو أدائك وحش في المباراة دي ثم استمر بالشكل ده ما تراهنش طول الوقت على إن النتيجة اللي أنت فزت فيها هتجيبك في الأداء وتخليك تتحسن كأداء. لا، على العكس، انت لو في الاداء جيد وبيقابلك سوء توفيق وبيقابلك نتيجه متعثره، بيقابلك ان سيناريو المباراه كاداء ما بيعكس نتيجتها، انا ما بقلقش من المباريات دي. انما اللي حاصل هو العكس، اللي حاصل ان ربما بتحقق بعض النتائج الايجابيه في الدوري بعد ما رجعت من السوبر ليج، بس انت مش كويس، انت مش كويس، دي حقيقه. انت جيت في السوبر ليج 4 مباريات ما بتكسبش، 4 مباريات ما قدرتش تحقق فوز. هتقول لي اصل ظروف المباريات وفي مباراه كنت فيها، ما هو تمام، ما انت كسبت سيراميكا بظروف المباراه برضه. فاذا ما تركزش للنتيجه، انا عايزك تبدا تروح هو انت ما كسبتش عشان النتيجه بس طلعت سلبيه بس كنت عامل اداء كويس، ولا انت فعلا عندك مشكله؟ لا، انت فعلا عندك مشكله. ايه هي المشكله؟ انك بتستقبل اهداف طول الوقت، انك تحولت من فريق صعب جدا يدخل فيه اهداف لفريق بيلعب 8 مباريات بيستقبل أهداف في 7 مباريات منها. هل دي علامة استفهام؟ طبعا لازم تحطها على جنب كعامل محتاج تشوف فيه إيه. طيب أنت جيت لعبت مباراة المقاولين كسبت، طب السؤال وضع المقاولين إيه؟ الفريق قبل الأخير في جدول الترتيب وقتها، الفريق الأضعف دفاعيا في الدوري وقتها فكسبت. طب مباراة سيراميكا هيد تو هيد طول المباراة انت راس براس، في هجمات في هجمات، السيراميكا ليه 17 محاوله وانت 16، عنده طرد من الدقيقه 68 كسبت. طب هل ده فوزك في مباراه المقاولين وسيراميكا كان يعني بالضروره ان انت حالتك اختلفت عن السوبر ليج؟ اطلاقا، وجهه نظري اطلاقا. ليه؟ لان عندك نفس الاخطاء، سواء استقبال الاهداف او اهدار الفرص او حالتك الفنيه اللي انا شايف فيها غياب للاصرار، غياب للحماس، غياب لفكره الرغبه اللي انا شفتها بعد مباراه سان داونز. امتى؟ سان داونز السنه اللي فاتت بعد ما خسرت خماسيه وكنا كلنا شايفين الدنيا صعبه قوي. بس مين اللي ما كانش شايفها صعبه؟ ومين اللي كان مصدق؟ ومين اللي كان عايز يرجع في الموسم؟ الفريق. فعمل ايه؟ رجع. كنت شايف الاصرار، كنت شايف الحماس، كنت شايف القدره السريعه على اجبارك كمشاهد انك او مشجع انك تغير رايك. وتقول لا، الفريق اللي خسر بخماسيه ده قادر ياخد اللقب. شفتها في مباراه الهلال السوداني في مصر، وشفتها في القطن الكاميروني بعدها باسبوع طبعا على طول، رديت برباعيه خارج الارض وحاجه. يعني يا جماعه هو ده، انا كل ما اخشاه في كره القدم هو رد الفعل، اكتر حاجه بالنسبه لي بركز فيه رده الفعل القويه. فانت بالنسبه لك كان رده الفعل الفتره الاخيره مش ظاهره. حظ الاهلي وشيء جيد جدا زي ما اسامه كان بيقول لكم ان عندنا فتره توقف. هل الامور قابله للتصحيح؟ جدا جدا، وانا بقول لاكثر المتشائمين الامور قابله للتصحيح. انت لسه ما عندكش بطوله وضعك فيها حرج، انت في الدوري متصدر داخل على بطوله بادئها بميدياما اللي هو فريق في المتناول، وعندك فتره. القصه كلها فين في الفتره دي؟ هتعمل ايه؟ هتشتغل على ايه؟ فكرتك ايه؟ هتفوق نفسك ولا لا؟ وانا شايف انك قادر، بس مهم جدا يا أسامة انك تصدق ان انت قادر.